ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني 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 جدا جدا. فيديو جديد، وفيديو النهارده انا عايزه اتكلم معاكم فيه شويه، بس عايزاكم الاول تجيبوا حاجه تشربوها كده، وبعدين عايزاكم تناقشوني بقى في الموضوع بتاع النهارده. في اوقات بيجيلي تعليقات سلبيه، في الغالب وفي المعظم يعني ما باخدش بيها، او يعني مش بتهمني او مش بتفرق معايا بصراحه، بس يعني في اوقات ببقى محتاجه فعلا ان انا ارد لحاجه معينه. ممكن بقى تعرفوها يعني في وسط ما احنا بنتكلم كده، فدي من المرات اللي انا عايزه ارد فيها. من فتره طويله يعني، يمكن حتى من اول الشتاء وانا بلبس ستايل معين كده، الستايل ده تقريبا بقالي كذا سنه، كل ما تيجي الشتاء بعمله، اللي هو ببقى لابسه اي حاجه مثلا هيكول او اي حاجه ودخل الطرحه من جوه. فانا الفتره دي اكتف شويه على بيج الفيسبوك وبعمل فيديوز كتير وكده، فالبنات قاعده تطلب مني ان انا اعمل لهم لفه الطرحه بتاعتي. هي لفه واحده تقريبا في معظم الوقت اللي بعملها، لان معظم الحاجات بتاعتي بتاعت الشتا بتبقى برقبه كده طويله، يعني من قبل الحمل وبعد الحمل وفي كل اوقات. انا بحب الستايل ده قوي، بيريحني يعني، بحس ان انا مرتاحه، لانه ولا دبوس ولا اي حاجه، وبدخل الطرحه كده من جوه وبيبقى شكلي متظبط، وببقى حابه نفسي يعني في الشكل ده. ففي بنات وستات كتير قعدت تقول لي اعملي لفه الطرحه لفه الطرحه، وانا اصلا الفتره دي من اكتر الفترات اللي هو يعني مش قابله شكلي خالص بقى، ويعني حاسه الحمل بهدلني اول المره دي من كل الاتجاهات. انا عايزه اقول لكم حتى ان انا حاطه ميك اب خفيف قوي النهارده، وحاسه ان انا مكسوقه، حاسه ان شكلي متغير وان شكلي ما اعرفش يعني، بس يعني حرفيا لو ما حطيتش انتوا مش متخيلين بشرتي بقى حالتها عامله ازاي. الحمد لله طبعا وفتره مؤقته وهتعدي. المهم انا كنت هعمل اللي هو الفيديو بتاع لفه الحجاب ده، وقلت ايه طيب انا دلوقتي مش عايزه اطلع بالشكل ده، ولازم هطلع بحاطه ميك اب، وانا اصلا بقول لهم على الحجاب، واساسا انا دلوقتي وشي منفخ ومش احلى حاجه، مش حابه فيديو يبقى عن حاجه زي كده مثلا كتير بقى ممكن يعملوها على مدار سنين جايه، ممكن هم يعملوا نفس لفه الطرحه دي يبقى شكلي كده، يعني عايزه الفيديو يبقى طالع بطريقه افضل من كده. فاصلا ما كنتش متحمسه ان انا اعمل الفيديو ده، بس قلت طيب لما استنى بمولد واعمل لهم لفه الطرحه دي، طب ما خلاص هيبقى الشتا خلص، واللي كان نفسها مثلا تعرف ازاي انا بظبط الطرحه كده، او ازاي مش بتكلكع مني تحت الهدوم او الكلام ده، خلاص هيبقى الوقت عدى، فليه اطلع اعمله بقى وخلاص وزي ما تيجي تيجي. والحمد لله في ناس جميله كانت متقبله الموضوع وحابه ان انا يعني لبيت طلبهم على طول، لانه عاده باخد وقت طويل قوي في ان انا اجهز لاي فيديو مهما كان بسيط، باخد وقت طويل. لو لا انا مش هطلع اقول فيه حاجه واحده او معلومه واحده، لا لا لا، انا عايزاه يبقى الموضوع كامل، فلازم بقى نقاطه 1 2 3 وقصه كده. فقلت لما اعمله كده بقى على السريع، فعملته. يعني انا عملته اصلا عشان خاطر البنات اللي هي نفسها تعرف لفه الطرحه دي ازاي قبل ما الشتا تخلص، يعني كلها شهر شهر ونص وهنلاقي نفسنا خلاص دخلنا على الصيف، فقلت فرصه يعني اقول للبنات ازاي تعمل اللفه دي طالما عجباهم قوي كده. المهم هقرا لكم بقى شويه من التعليقات اللي جاتلي. اول تعليق بيقول ده مش حجاب خالص، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. يعني انت تشيلي ذنبك وذنب البنات اللي هتعمل زيك، ربنا يصلح حالنا جميعا. يا اختي اتقي الله، الناس بتموت والدنيا اخر وقت، وانت بتعملي فيديو ملهوش لازمه، واذا خرجت المراه المسلمه او ظهرت تكون محتشمه وللضروره، بس ده ما اسمهش حجاب. وعامله لي سمايل، حضرتك ده اساسا مش حجاب، فين الحجاب الطويل المحتشم؟ صراحه كل لبسك ملهوش علاقه بالحجاب، ما تنصحيش حد على الحجاب. شروط الحجاب 8، يكون واسع مش شفاف مش ضيق مجسم، ما يكونش الوانه ملفته، ما تكونش حاطه برفان، ما تكونش لابسه بنطلون او لبس معروف انه بتاع رجال لا سمح الله، ما تكونش لابسه لبس يشبه لبس الفنانات، او ما تكونش لابسه لبس معروف انه لبس خاص بالكفار. دول شويه من التعليقات اللي جت على فيديو انا طالعه بعمل فيه لفه الحجاب اللي كتير طلبوها. ده غير بقى الناس اللي قاعده تقول لي لا 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 مش حلو عليك اللفه دي، لا 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 مبينه قوي اللغلوغ اللي عندك. طب طبيعي منفخه من كل حته، مش اللغلوغ بس هو اللي منفخ معايا الفتره دي، لا يعني من كل حته خلاص ضربت يعني عادي. ومتقوله يعني بحاول ان اتقبل ده، عشان عارفه الحمد لله ان هي فتره وهتعدي، والحمد لله اصلا على نعمه الحمل وكده، ده في حد ذاته رزق يعني. فالمهم ده شويه من التعليقات اللي جت. يعني انا طالعه بقول عادي لفه الحجاب اللي هي البنات تسالني عليها، طالعه بعملها. ووقتها كان قبل الحوار بتاع سوريا وتركيا والزلازل اللي حصلت، وانا عايزه اقول لكم لو سبت نفسي بقى ان انا اتاثر بالحاجات دي، لا هتاثر قوي. يعني انتوا عارفين بقى الهرمونات، غير ان انا بطبيعتي اساسا اللي هو لو كلب مثلا معدي وحاسه ان هو متعور، او حد يعني بيضرب الحمار جامد في الشارع، بصوا انا من النوع اللي بتاثر بالحاجات دي جدا. يعني فكره
الإنسانية دي مع الإنسان ومع الحيوان ومع كل الدنيا. فأنا يعني بتأثر وبزعل بقى وبدخل في مود مش حلو خالص. وقتها كنت أنا أصلا عاملة الفيديو ده قبل ما الأحداث دي كلها تحصل يعني، وحتى لو عملته بعديها ما هو الواحد برضو مش هيقدر يوقف حياته، ما احنا لازم نكمل اللي في شغله واللي في دراسته وعادي يعني. فاللي هو ايه، اي كلام وخلاص، الدنيا بتتحرق وبتولع وانت بتعملي فيديو ملهوش لازم، اللي هو اي كلام بيتضرب وخلاص. فانا بقى عايزه بجد ان انا اتكلم معاكم في الموضوع ده. كلنا يمكن عارفين ان اكبر مرض كان عند ابليس هو الكبر، فكره ان الواحد يتكبر على اللي قدامه باي طريقه ايا كانت الطريقه دي ايه. اللي هو مثلا الابليس قال لربنا انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، او حد مثلا ممكن يتكبر بعلمه، او حد مثلا ممكن يتكبر بمستواه الاجتماعي، او حد مثلا ممكن يتكبر بدينه. ودي اكتر حاجه انا فعلا ما بقبلهاش يعني. ممكن اقبل النقص من البني ادمين في اي حاجه، واحد مثلا غني فيقعد يتعالى بقى على الناس اللي حواليه وكده، انما واحد متدين يتعالى بدينه، دي بصراحة انا ما بفهمهاش، لانه في النهاية هو كله رزق. اوكي، وفكرة اصلا ان الواحد يكون متدين ده رزق في حد ذاته. ده بيقولوا لو الواحد قام يصلي او دعا ربنا دعاء ده في حد ذاته رزق، هو ربنا اللي قومك وخلاك تصلي، غيرك نايم على روحه اصلا ولا دريان بالدنيا ولا بيصلي. ربنا هو اللي رزقك انه لسانك ده يتحرك وتدعي فيستجيب لك، او مثلا يرزقك بحاجة تانية احسن منها او افضل من اللي انت كنت بتتمناه. فهو كل اصلا من عند ربنا. فايه اللي يخلي شخص مثلا متدين اوكي ربنا انعم عليها بنعمة الحجاب السليم من وجهة نظرها، ان هي دلوقتي محجبة مية مية تمام، ايه اللي يخلي حد يتعالى بحاجة زي كده؟ ما هو اكيد يعني هي برضو مش ملاك، اكيد مقصرة في اي جانب تاني من جوانب الدين، ايا كان الذنب اللي هي بتعمله ايه. اكيد كل واحد مننا عنده ذنب معين ممكن ربنا يبقى ستره عليه، فالناس مش عارفة ان هو بيعمل الذنب ده، وممكن تكون بتعمله عادي في المحيط اللي هي مثلا موجودة فيه، بتفرج مثلا على اي يعني في ذنوب كتير ممكن الواحد يقع فيها، بس هي في الحتة دي كويسة، في حتة الحجاب اللي هو السليم مثلا كويسة. فايه اللي يخلي حد يتعالى على حد بحاجة اصلا هو ربنا اللي رزقه بيها؟ مش كده وبس، يبتدي ان هو يحقر بقى من اللي قدامه، اللي هو انا احسن منك، انت مش لابسه الحجاب صح انا لابسه صح، اصل شروط الحجاب 1 2 3 4 وانا مطبقهم وانت لا، اصل انت اللي انت لابسه ده مش حجاب ملهوش لازمه العي احسن. انتوا عارفين بقى نوعية التعليقات دي، وتبتدي الواحدة مننا تشوف نفسها احسن من اللي قدامها لمجرد ان هي بتعمل حاجة مثلا زيادة مثلا عن اللي قدامها، اللي هو يعني انا متدينة اكتر وكده. وللأسف الموضوع مش بيقف عند ان مثلا الناس دي بتتعالى او بتتكبر بحاجة معينة، خاصة لو كانت حاجة تخص الدين، لا هي كمان بتحقر من اللي قدامها، اللي هو عشان انا كويس فانت اكيد بقى حقير في الحتة دي مثلا، او يعني يعملوه كده بتعالي وباستحقار عشان هم افضل. برضو مشكلة مش هنا، المشكلة فينا احنا بقى، الشخص المذنب اللي هم حتى مش بيحترموا ضعفه، ان ممكن اي بني ادم في الدنيا يضعف قدام اي ذنب في الدنيا مهما كان، اللي بقى سجاير اللي خمر اللي مثلا حجاب اللي ايا كان الذنب الواحد ممكن يقع فيه. فاحنا بقى ايه، نحس فعلا ان احنا قد ايه قليلين قدام الناس دي، اللي هي اصلا الناس دي برضو مش ملايكة في النهاية، بيعملوا ذنوب تانية. فهو الموضوع من كل الجهات مؤذي، مؤذي لأبعد حد. وبعدين اللي انا اعرفه بصراحة انه لما حد يعني في يقول ايه اصلا بنصح، اصلا انا والله اختي في الله وبحاول ان انا انصحها لله لوجه الله، وانا اصلي خايفة عليها من نار جهنم، وانا اصلي مش عارفة ايه. طيب ناخدها واحدة واحدة، بس عشان انا محبش حد يعني يضحك باسم الدين على اي حد تاني، او يتكلم باسم الدين ويتعالى ويتكبر ويبقى فاكر كده ان هو بيعمل حاجة صح وحاجة مفيدة للشخص اللي قدامه، في حين ان في ناس بتعند. انا دلوقتي لو عايزة انصح حد بجد بجد بقى ومن قلبي، وهبقى فعلا همي على مصلحته وفعلا خايفة عليه وعايزاه يبقى شخص احسن وافضل، واوكي انا عارفة ان هو كويس في حاجات تانية بس ناقص له الحتة دي يعني لو اتظبطت يبقى تمام، لما اجي افكر انصح الشخص اللي قدامي انا هبقى بفكر مرة واثنين وثلاثة انا هنصح ازاي. ليه؟ لان انا مش هدفي ان انا خلاص انا كده نصحت وكده عملت اللي عليا واخليت مسؤوليتي واخليت ايدي وشلت ايدي بقى من الموضوع. انا همي من النصيحة، يعني احنا بننصح بعض ليه؟ عشان في النهاية الواحد ممكن ياخد بالنصيحة دي او لا، بس انا في النهاية بنصح عشان انا فعلا عايزة الشخص ده
يبقى احسن ياخد بالنصيحه ويبقى احسن، اجنبه مثلا ذنوبهم ممكن يقع فيها ومش واخد باله. طب وعلى ايه؟ مش مستاهله يعني تلبسي الحجاب عادل طالما كده ولا كده لابساه. فانا لما اكون عايز بجد انصح شخص افكر في الطريقه اللي هنصح بيها، مش هبقى برمي النصيحه كده وخلاص، لا تيجي زي ما تيجي. اصل الحجاب ده ملهوش لازمه وانا بنصحها عشان تتقي الله في الحجاب اللي هي لابساه ده ومش او ما تشيلش ذنب حد. لا لا، هيبقى الاسلوب انا بفكر في الشخص ده بيفكر ازاي اصلا، طبيعه شخصيته هيتقبل اي نوع من النصيحه. كان ربنا بيقعد يخوف ناس من العذاب وناس تانية بيوعدهم بالجنه لانه عارف ان طبيعه الشخصيات مختلفه. في ناس طبيعتها لما تخوفيها تكش وترجع عن الذنب، وفي ناس لما تحمسيها للجنه وللثواب اللي هتاخده من ورا الحاجه اللي هي بتعملها دي تبتدي ان هي تتحمس وتتشجع وتعمل الحاجه الصح. فحتى ربنا مفرق ما بيننا واحنا كعباد او بعض، يعني الناس ما بتتعاملش كده، هو عايز يرمي النصيحه وخلاص، اللي هو انا احسن بقى منها في كده فارمي النصيحه، مش فارقه معايا هتاخد النصيحه ولا لا، المهم ان انا يعني عليت عليها ونصحتها والمهم ان انا احسن منها في الحته دي. فاللي هو الشخص اللي بجد اللي عايز ينصح بجد هيبقى بياخد باله كويس قوي من كلامه عشان ما يجرحش اللي قدامه، في نفس الوقت يقول النصيحه بطريقه كويسه عشان اللي قدامه يتقبلها، لانه الرسول اشرف الخلق ربنا قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللي هو الرسول احسن ما في البشريه، احسن ما انجبت البشريه كلها، ربنا بيقول له كده. لو انت اسلوبك فظ كده في الكلام وطريقتك صعبه وناشفه زي على ايام الجاهليه وكده، كان ممكن يوقدوا البنات وهم احياء عادي جدا ولا فارق مع ان دي روح ولا حاجه، ويدفن بنته بايده في التراب. لكن ربنا بيقول للرسول ان انت لو دي طريقتك الناس مش هتبقى حواليك، مش هتحبك ومش هتتاثر بكلامك. فاحنا ليه عايزين لو مجرد ان انا انصح وخلاص؟ لا، طب انا افكر في النصيحه دي هقولها ازاي، هقولها بطريقه اللي قدامي يتقبلها ازاي. يعني كتير قوي لما يجي يطلع مثلا عشان ينصح حد او يتكلم في اي موضوع بيشوف انا ازاي اوصل لهم الموضوع ده بطريقه كويسه يفهموها وما يحسوش باحراج وما يحسوش بنقص وما يحسوش ان انا بتعالى عليهم وان انا بعلي عليهم وان انا احسن منهم، ويحسوا كده ان انا بتكلم من مكان وهم من مكان تاني. بيبقى عمال يرتب هو هيقول النصيحه دي ازاي عشان الناس تتقبلها. اللي بيقولها بقى بطريقه مثلا مضحكه، اللي هو يعني بيحاول يدخل كده بطريقه لطيفه النصيحه اللي هو عايز يقولها، واللي مثلا بيبقى جد في الموضوع وبيدخل في الموضوع على طول. يعني كل واحد بيلاقي طريقه معينه عشان يوصل لقدام اللي هو عايزه، عشان هو فعلا بيبقى من جواه عايز الشخص ده يتاثر بالنصيحه دي ويعملها، مش عشان يبرئ نفسه انا كده نصحته وخلاص. فاهمين انتوا الفرق ولا ايه؟ عايزاكم تقولوا لي تحت في التعليقات لو انتوا فعلا يعني وصل لكم انا عايزه اقول ايه بالظبط. ففكره الناس اللي بتنصح وتقول انا بنصح عشان اختي في الله وانا بنصحها لوجه الله، لا ما انا مرميش النصيحه كده وخلاص، ومش فارق معايا اصلا الشخص اللي قدامي، ولا فارق معايا لو يدخل الجنه ولا النار ولا ان هو ياخد بالنصيحه اصلا، بس انا اسمي عملت اللي عليا ونصحت. لا، طب ليه؟ وليه افرض على اللي قدامنا هم لازم يتقبلوا النصيحه طالما هي بالطريقه دي؟ فاللي عايزه اقوله لكم بجد عشان انا بس يعني فعلا بيصعب عليا الناس دي، بيصعبوا فعلا عليا، بيصعبوا عليا ان هم واقعين في ذنب كبير قوي وهم اصلا مش حاسين. فكره انه ابليس دخل يعني خرج من الجنه ودخل جهنم بسبب الكبر، انا خير منه. فكره ان واحد يبقى حاطط في دماغه ان هو احسن من الناس اللي حواليه لمجرد ان هو ما بيعملش الذنب اللي هم بيقعوا فيه، دي حاجه صعبه جدا. واحنا دلوقتي شايفين قد ايه الدنيا مليانه فتن، وانا ولا ادعيت ان انا داعيه ولا ان انا ما بغلطش ولا ان انا ملاك يعني طاهر نازل من السماء. مهما كان واحد بيعمل حاجات صح بيعمل برضه حاجات غلط، بس هو ربنا اللي ساترها علينا. فمعنى مثلا ان طلعت بالحجاب والحجاب مش اظبط حاجه ولو مش قادره مثلا اتخلى عن الذنب ده، ومثلا بحسب في لبسي شويه وبرجع تاني برضو بعك شويه، ده حالنا كلنا كبشر، حالنا كلنا مع الذنوب. احنا دايما بنقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لان احنا طول الوقت في تقلب ما بين ذنوب وما بين طاعات، ما بين الواحد مثلا بيعلى في فتره كده ويبقى كويس وروحانيات عاليه بقى وقراءه قران وورد القران ومش عارفه والحجاب ملتزمه فيه وبعمل خير وصدقات وطاعات وبقرب من ربنا وبسمع دروس دينيه وحاجات كده كتير، وفي فتره تاني الواحد يحس ان هو حتى الصلاه مش عارف يقوم يصليها، مش ملتزم بيها، مش ملتزم بورد القرآن، وما بيعملش أي خير من أي نوع. كلنا في الحال ده، فمحدش يعني يتعالى أو يتكبر على حد
بالطريقه دي، لانه في بنات صغيره دلوقتي بقوا موجودين وشباب طبعا موجودين على الميديا طول الوقت وبيتاثروا. يعني احنا طريقه الدعوه نفسها الواحد يفكر 1000 مره قبل ما يسمي نفسه داعيه، وبعدين يشوف هيتكلم مع الناس في امور الدين ازاي، ازاي هيربط الدنيا بالدين بطريقه تحبب الناس في الدين وتخليه سهل كده عليهم ويقدروا فعلا يعملوه، مش ينفر ويبعد الناس عن الدين. فعايزين بجد نبقى نقرا شويه كده في سيره النبي عليه الصلاه والسلام، ونقرا شويه كده في سيره الصالحين والتابعين والناس فعلا اللي الناس بتتاثر بيهم من طريقه كلامهم ومن اخلاقهم، يعني من افعالهم ومن اقوالهم هما بيتاثروا بيهم وبيبقوا نموذج حلو جدا ومشرف جدا للدين، وبجد بيبقوا عارفين ازاي ينصحوا الناس، مش نخبط النصيحه كده وخلاص ومش فارق معانا اصلا اللي قدامنا وسمنا عملنا اللي علينا. لا، ما عملتوش اللي عليك، بالعكس ده انتوا ممكن تشيلوا ذنب ان الشخص ده انتوا اصلا بعدتوه عن الحاجه اللي كان ممكن يقرب منها لو كانت النصيحه جت بطريقه صح. فيعني انا مش شايفه بصراحه اي طريقه حلوه في الكلام اللي اتقال ده، واتقوا يوما ترجعون فيه الله. بتكلم في لفه حجاب، ايه 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 التعليق ده؟ ايه ده يعني ايه ايه اللي دخل حاجة زي كده في كلامي؟ اي خط وخلاص، مش مشكلة زي ما تيجي تيجي، يا الله مش مشكلة ان شاء الله عنها ما عملت بالنصيحة كش تولع في نار جهنم، المهم انا تمام. لا 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 لا، مش ده التدين ومش ده الدين ومش دي النصيحة اصلا اللي ربنا امرنا بيها، مش بالمنظر ده، مش هنضحك على بعض. يعني ناخد بالنا شوية من كلامنا ومن الطريقة اللي هننصح بيها لو احنا فعلا عايزين ننصح، لو احنا فعلا عايزين مصلحة اللي قدامنا. لا نشوف بقى، يعني نشوف دلوقتي الدين بيقول لنا ننصح ازاي. مثلا في علم النفس بيتكلم عن الشخصيات والفروق ما بين الشخصيات، ولو هتكلم مع حد اتكلم معاه ازاي. نشوف كده، نتعب نفسنا شوية، مش نرمي النصيحة كده وخلاص. يعني لو احنا همنا فعلا عدل قدامنا ان هو يعمل بالنصيحة دي. بس كده اتمنى ان اكون وصلت رسالتي بشكل ضائق، ودي يمكن بقول لكم المرات القليلة اللي بطلع فيها رد، لان انا عايز بيجي لي التعليقات السلبية دي من وقت للتاني، بس حقيقي مش كلها بقف عندها، بس لما اكون عاملة حاجة والاقي انه في ايه، يعني في ايه انتوا ليه بتتعاملوا كده او ليه طريقة الكلام كده، كان لازم بصراحة ان انا اتكلم معاكم في الموضوع ده عشان بس محدش يتعالى على حد. يعني فاهمين ازاي؟ ايا كان ربنا هو اللي بيرزق بالشهرة وبالفلوس وبالنجاح وبيرزق بالدين او التدين، بيرزق بحاجات كتير، فاحنا مالناش يد في حاجة، فمحدش يفرح او بنفسه يعني لما يكون بيعمل حاجة صح، لانه في النهاية ربنا زي ما ادهاله ممكن ياخدها منه ويديها لحد تاني خالص اللي هو كان بيتريق عليه وبيزله وبيعايره بذنبه، ده ممكن يبقى احسن منه كمان في يوم من الايام، مش يبقى كويس وبس. بس كده، دي كانت كل حاجة الفيديو النهاردة. بحبكم وبشكركم، وان شاء الله استنوني بقى فضفضة كده ورغي في مواضيع تانية كتير في الفيديوز اللي جاية. قولولي لو حابين ان احنا نتكلم في موضوع قريب، يعني قولولي تحت في التعليقات وان شاء الله هحاول اعملهولكم في اقرب وقت، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير.